واشوف صغيره ولا كبيره. اذا لقيتها صغيره اشيل لها الناحيه بس، يعني لقيت الناحيه اليمين افكت ده اعملها يونيلاترال سالبنجو اوفريكتو. هي دي العمليه يونيلاترال سالبنجو اوفريكتو، يعني عايزه تحمل. طب اشيل لها الناحيه الثانيه ولا انا شفت اليمين هل هشيل الشمال؟ على فكره اللي انت ما تعرفش بقى ان في مايكروميتاسيس بين الناحيتين بنسبه 5%، ده كانسر اوفر. يعني ممكن الناحيه الثانيه تافكت بنسبه كام؟ هشيله، بس اشيله امتى بقى؟ بالمتابعه. يعني انا انت عايزه تسيبيه؟ قلت لي اه، هتتابعيه لكل ست اشهر لسنه حاجه اسمها سي اي 125، ده تيومر ماركر. وتعملي الترا ساوند اذا لقيت سي اي 125 ابتدى يعني اعمل ايه على الناحيه الثانيه؟ جيبي عيالك الحقي بقى، جيبي عيالك ورا بعض، لان بس وانس جبت العيال نشيل ونرتاح، لان ده كانسر اوفر ده مش هزار. طيب نفترض اولد تهبسه يعني وهي عايزه حاجه في الرحم. توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاترال سالبنجو اوفريكت. طيب نيجي للريست، يعني ايه كلمه ريست؟ بقيت 1 اي جريد 2 3 1 بي 1 سي، يعني كل دول ليهم العلاج ده مع 2 اي، ما تنساش. عشان كده بقول لك 2 اي بقت مع بقيه ستيج 1. هعمل نفس العمليه، نعمل مش احنا كنا بنعمل ايه الاول؟ تهبس ضيف بقى اومنتكتو، هسالك في الامتحان ليه؟ طبعا في كتاب الاسم كاتب لك انفرا كوليك اومنتكتو. بص انفرا سوبرا انا مين؟ انا مين ايه؟ اومن تكتو. قول له تو ديكريز اجريسفنس اوف مالجنسي. فكره الكانسر اوفر عمره بيجي تحليل. ده الكانسر الوحيد اللي ما بيجيبوش تحليل، بيجي ام سي كيو. يعني يقول لك تو ايه علاجه كذا وتختار. تمام؟ طلع بعمل اومنتكتومي ليه؟ علشان اقلل الاجريسف. طب ليه نعمل ابندكتومي؟ هو ايه ازاي ده؟ بتاع جراحه شافها بالمره بيعمل ايه؟ مش ده، ده غير كده بقى ان الزايده دي لينفويد تيشو، يعني ممكن تاخد لمفاتك ايه؟ طب ما اشيلها، يبقى انا فاتح هعمل ابندكتومي واومنتكتومي. طب نفترض بقى بقيتهم بقى اللي هو ايه؟ 2 بي و ده اند ستيج، علاجها عمليه غبيه جدا. تعال نمشي كده، نمشي بالعرض. بعمل عمليه اسمها دي بالك. حد يعرف يعني ايه دي؟ شيل بالك. بالك ما بيهزروش. يعني هو جاي الصبح بتاع معهد الاورام هيشيل على قد ما يقدر، خلاص؟ يعني ربنا يقدره عليه. ده اسمها الثاني سايتو ريدكتيف. كلمه سايتو يعني خلايا، ريدكتيف يعني ايه؟ الاسم الثالث بقى ممكن تكتبه ماكسيمم ريموفال باسبل. يا نهار اسود، ماكسيمم ريم، يعني هشيل على قد ما اقدر. ده انا ايه ناوي، يبقى اسمها ماكسيمم ريموفال باسبل، هشيل على قد ما اقدر. ايه فايده العمليه الغبيه دي؟ اقعد اشيل لها السبلين، محتاجينه في حاجه؟ شيل. ها؟ الليفر شيل الليفت لوب، رايت لا، عشان في بورت هيباتس. ها؟ اجي على الاورطه، بره اورطه ما بقدر اشيل الاورطه. يعني الحاجات اللي بقول لك ماك اللي تقدر تشيله، انتستن كفايه متر واعملها كروستو. يعني قصدي اقول ان دي عمليه غبيه. ليه؟ عايز اوصل حجم الورم اقل من 2 سم، الرقم ده زي اسمك. مكتوبه تحت بس ركز معايا. بيقول لك حجم الورم يعني ايه؟ في السبلين مش في اورام؟ انت اذا شلته حصل ايه في الاورام دي؟ شال. طب جيت على الانتستن، في حته عارف اشيلها وحته لا. اسيب حجم الورم في اي حته يا ريت اقل من 2 سم، اشمعنى 2 سم؟ نفترض الورم اقل من 2 سم، تدي راديو كيمو بيختفي. بس اذا كان اكتر من 2 سم، اضطريت جنب البورتا هيباتس ما شيلش. سبت واحد ادي راديو كيمو يأفكت البريفري بس السنتر ايه؟ شغال. يبقى ايه الهدف؟ مكتوبه تحت عندك اهو، اوف دي بالكينج. السؤال ده بيتسال في الامتحان. العمليه دي غبيه جدا، العيال بتمضي على الاقرار. انا بزود عمر العيانه 10 سنين 20 سنه، بس دايما بيجي في الصغيرين كمان. يعني تخيل واحده كانسر اوفر 20 سنه تموت؟ لا، انا هشيل لك كل حاجه واديك راديو كيمو ان شاء الله تستجيب. يعني ريديوس ريزيديوال ليجن اقل من كام سنتي؟ 2 سم، عشان تستجيب لمين ومين؟ راديو وكيمو ويقلل الكومبليكيشن، بدل ما ادي جرعه عاليه ادي جرعه ايه؟ قليله. حظها حلو اذا لقيت في السبرين بس. اذا لقيت بعيد عن بورت هيباتس، بعيد عن العظم، يعني اذا لقيت في اماكن ينفع ايه؟ تتشال. واقول لها بعد العمليه ان شاء الله الموضوع هيطول قد ايه؟ بدل ما تموت، لان ده فيري اجريسيف. في كام نوع من الديبالكينج؟ نوعين. نوع اسمه انيشيال ديبالكينج، يعني ايه انيشيال؟ هبتدي بيها. يعني ادخل افتح واقعد افضي افضي افضي، تبدي على الاقرار طبعا، تاخد الحاجات دي تدفنها. يعني انتستن على سبلين على بتاع بتوعها.
طلع ان انا بعمل انيشال ديفلوبمنت وبعدها اعمل ريديو كيمو. امال اذا عملت انترفال ديفلوبمنت يعني ايه انترفال؟ يعني حدي مين الاول؟ كيمو وبعدين اعمل. يبقى اللي تحت اللي مكتوبه عندك انترفال دي عباره عن ايه؟ اهي مش انترنال مكتوبه غلط انترفال. انترفال ديفلوبمنت حدي كيمو قبل العمليه بيقول ان بيقلل حجم الورم وبيقلل الاسايتس يعني ديكريز تيومر بالك وكنترول اسايتس. عرفنا بقى النوعين بخير العيال. تحب تاخد الكيمو الاول وبعدين اعمل لك ديبالكنج ولا اعمل لك ديبالكنج الاول؟ الاحلى انترفال ان انا ادي الكيمو الاول وادخل اشتغل عشان اقدر اشيل واقلل حجم الورم عن كام سنتي؟ 2 سنتي. هعيد تاني عشان همشي بقى بالطول مش بالعرض. ستيج 1 ايه جريد 1 سيرجري باقي كلهم ايه؟ سيرجري دي ثيرابي كيمو ثيرابي. تعالوا هنا اذا كان سيرجري صغيره اشيل ناحيه واتابع الناحيه الثانيه. طب اذا كان اولد اعمل تهبس. طب اذا كان بقيتهم يعني بشاور عليه دلوقتي اقول لك 1 سي هو ده 2 اي هنا اذا قلت لك 2 بي هنا عشان ما تلخبطوش دلوقتي. طيب 1 سي او 1 بي او 1 اي جريد 2 او جريد 3 هعمل ايه؟ هي نفس العمليه بس هضيف اومنتكتومي. هل شلت البريتون؟ لا اروح رامي في بطنها انترا بريتونيال اراديشن. يبقى انا ليه رميت طوبه اراديشن اسمه انترا بريتونيال هو فوسفورس عشان ادمر البريتونيال سبريد وادي علاج كيموثيرابي هقوله في الاخر. طب هنا 3 و 4 او 2 بي بعمل اول انيشال ديبالكنج او انترفال. طيب عملت الديبالكنج انت بتعمل ديبالكنج شلت معظم البريتون ولا لا؟ يبقى العينه محتاجه اكسترنال ريديثيرابي عشان البارا اورتيك. يبقى بدي ابر ما بديش انترا بريتونيال وبعد كده ادي كيموثيرابي اذا كانت انيشال. ايه بقى الكيمو ثيرابي اللي علينا؟ ثلاثة. ايه ثلاث أدوية؟ أول دواء سيسبلاتين. سمعناه فين؟ كانسر سيرفي، كانسر اندوميتريا، كانسر اوفر. بصراحة أحلى علاج ليه. بس مشكلتنا إن اللي كتب الجزء ده دكتورة عندنا وكتبت إن التاكسول أهم واحد. هنا. فتحب تسألها في الشفوي كده. قلت لك إيه أحلى دواء كيمو ثيرابي في علاج الكانسر اوفر؟ إذا قلت لها ده يبقى أنت مش مذاكر كتاب لسه. هو تاكسول. تاكسول ده بيجي من شجره اسمه باكلي تاكسيل. ده عباره عن ايه؟ دواء خطير جدا في الكيمو ثيرابي بيخافوا منه قوي. اذا اديت جرعه زياده ممكن عينك تموت. بيحسبوها بالسيرفس اريا. اقوى دواء بس مشكلته محتاج حد بروفيشنال يدي الجرعه. اسمه تاكسول بيجي من شجره. ده المين كيمو ثيرابي. طيب عايز اضيف يعني بدل ما ادي واحد ادي ايه؟ حط مع التاكسول سيسبلاتين او كاربوبلاتين. كاربو يعني بيشتغل بالسي او 2. يبقى ما تنساش دلوقتي الاساس مين؟ تاكسول. في الام سي كيو بصراحه سيسبلاتين على فكره كل الناس عارفه كده بس مشكلتك احنا بنحل على كتاب الاسم. يبقى المين از ايه؟ تاكسول. شفوي بقى ازاي؟ قال لك تاكسول له ده في كتاب القسم. طيب لانه بيضايقوا جدا لان احلى دواء بصراحه سيسبلاتين. طيب هنا نفس الكلام كده اللي هشاور عليه براجع لاخر مره هقول له الاستيج وعلاجه. يعني اقول له 1 سي يقول لي 1 اوفري اور بوث اوفريز وز بوزيتيف مالجنان سيلز ان اسايتس او بوزيتيف مالجنان سيلز ان بريتونيال ايه؟ بوش. طيب علاج 1 سي يبقى هنا هتقول تهبسه خلاص ويز اومنتكتومي اند ابندكتومي وبعد كده ادي انترا بريتونيال اراديشن وبعد كده ادي كيمو ثيرابي مش لازم الادويه خلاص اللي هو خاصه دواء اسمه ايه؟ تاكسول. حد جدع يتقطع بس عايزين نمسح ده بس عايز بص على الرسمه ايه يلا حد يتطور يقول الاستيج وعلاج بس غير بقى مفيش حد يتطوع غيركم خلاص وانت برضه بس عايزين حد تاني بقى نغير خلاص انت رفعت الاول تقدر تقول لنا ستيج 1 بي جريد 1 انا بلخبطه 1 بي جريد 1 ها ستيج الاول قوي ها ولا بريتونيال ووش وانت كابسول علاج عمل موضوع الرسم
بس لا وتحت يعني على انت لازم تقولي العمليه الاول توتال ابدون ستكتو بلد ويز ومن تكتو ومن تكتو تدي اي نوع من الراديو ايوه وكيمو ثيرابي اذا قلت لك ستيج 2 بي ده كان ايه 2 بي سبريد بي بقى ايوه 2 بي اللي هو ايه؟ بلفك سبريد انهي حته في البلف؟ اي حاجه غير اليوتراس وتيوب. طيب تقدر تقول لنا علاجه؟ طبعا ايوه ممتاز دينا ايه؟ خلصنا من اسخف حاجه بتاعت الكانسر اللي هي الستيجنج وعلاجه. نيجي بقى الاوفيريان سولينج دي المره الجايه كلينيكال بيكتشر. تعالوا بقى ناخد الفولو اب افتر تريتمنت. على فكره مش مكتوب كتاب الاسم يعني انت بس ما عليك تعمل العلاج وبس. تعالوا بقى على سيمبتومز. من اول هنا عايز اجاوب سؤال تحليلي، اذا جاوبته هرتاح كده يعتبر كانسر اوفر خلص. نكتب السؤال ده داتا سجستيف اوف مالجنسي ان اوفاريان تيومر. انا هكتبه هنا ونحاول نخلص منه. باول سؤال اهو داتا سجستيف اوف مالجنسي ان اوفاريان تيومر. السؤال ده بيجي تحريري. هناخد فيه كام عنوان؟ واحد سيمتوم سجستيف اوف مالجنسي. يعني ايه من شكوى العيان اقول ده غالبا مالجنا. اثنين ساين سجستيف اوف مالجنا. ثلاثة تو سكرين الانفستيجيشن. أربعة داتا سجستيف ات اوبريشن. كده بخلص السؤال. يعني انا خلصت الأربعة دول كده بخلص السؤال. هما أربع عناوين. داتا سجستيف اوف مالجنسي ان اوفاريان تيومر. تعالى ناخد أول حاجة سيمبتومز، أنا همشي بقى خطوة خطوة، من أول هنا هقسم بيناين وإيه؟ ومالجن. أنا هبتدي أسأل، خلاص يعني أنا همشي واحد واحد كده من اليمين، أول ما أخلص الحاجة سامحها لي. كل تركيزي على مين ده؟ المالجن، الاتنين تحريري أه، بس ده أهمهم. داتا سجستيف أوف مالجنسي إن أوفيريان تيومر. ناخد الأول البيناين. كبرها عشان نشوفها، أوكي؟ زي اي مالجنسي. حد يفكرني ده كومن سيمتوم از؟ على فكره دي مصيبه. تعالى بقى نراجع مصائب الكانسر اوفري. بيموت من انتصار اوبستراكشن ها نو بري كانسر ليجن. بيحصل ات اني ايج. فاميلي هيستوري از كومن وملهاش قيمه. الكومن سميثو سبريد از بيريتونيال. اول محطه بيودي لها بارا اورتيك ليمف نود. اخر حاجه هل في بريفنشن؟ نو بريفنشن. دي هتزودها المصيبه اللي بعدها. الحاجه الثانيه دايما اكتشفه في اني ستيج. أربعة حاجة غبية يعني ده بدايتي. بدايتي بكتشفه في ستيج أربعة. أزود المصايب إن الكومن سيمتوم إز أسيمتوماتيك. على فكرة مش حاجة حلوة لأنه موجود في هيدن أريا صعب اكتشافه اللي زغت للعيادة. يعني واحدة قاعدة في بيتها قاعد يكبر يكبر ولا هي هنا. إمتى تكتشفه؟ من البطنة. ما تنساش إن الكومن سيمتوم اللون الأحمر دي أسيمتوماتيك. طيب بليدنج كنا خدنا في كانسر سيرفكس أهم بليدنج إز كونتاكت. كانسر اندوميتريوم بوست مينيبوز حتى قلنا نقطة زي بحر. هنا بقى بليدنج هرميه ورا، اوعى تكتبه رقم اثنين، يعني إذا كتبت رقم اثنين غلط. ليه البليدنج رير في البيناين؟ أصل لازم يكون فانكشنال بيطلع إيه؟ استروجين. مين الورمين اللي بيطلعوا استروجين وبيناين؟ سيكوما ويتش إز فيري رير، صح؟ ده من 6 كورد أصلاً. وبرينر أصلاً كتبنا عليه فيري رير، يبقى هنا ما حطوش رقم اثنين. يبقى البليدنج ده هرميه ورا، يعني في حاجة هتطلع قدام دلوقتي. طيب كومبليكيشن كاشيكسيا تبقى جلد على العظم. هل البينان بيعمل كاشيكسيا؟ لا. امتى يعمل كاشيكسيا؟ ده بيناين. أما يبقى فيري ايه؟ هيوش ده ايرلي ولا ليت؟ ارمي، أنا برمي أهو. ديسشارج لازم برضه فانكشنينج، يعني سيكوما أو فايبروما، ارمي. مين تطلع قدام بقى؟ اللارجمنت. يقول لك اللارجمنت مي بي ذا فيرست بريزنت ودي المصيبه اللي بعديها. يبقى احنا رقمها دي المصيبه اللي بعد السبعه طبعا احنا زودناها.
يبقى الانلارجمنت مي بي ذا فيرست برزنتيشن. دي حاجه حلوه، واحده جايه لي في العياده، الله ده انت كانسر اوفر، مش حاجه اسمها كده. يبقى انلارجمنت، طالما في انلارجمنت يبقى اكيد في ايه؟ بريشر. يبقى اكيد في بريشر. نخلص من البريشر، خدناه. كنا قلنا يضغط فوق يعمل ايه؟ يضغط تحت يعمل ايه؟ يضغط ورا يعمل ايه؟ حد يعرف يقولهم كلهم؟ اقول يضغط فوق ديسنيا بالبيتيشن، يضغط على الاستومك ممتاز، ديسبيبسيا ديسكمفورت ديسنشن، يضغط على الكولون كونستبيشن، يضغط على اليوريتر يعمل لا يوريتر لاين بين. طيب يضغط على المثانه فريك، يضغط على اليوريترا ريتنشن، يضغط على اللور ليم الحمد لله مش ايدينا، احنا قلنا سويلنج دي سيمتوم، ويعمل ايه كمان؟ يعمل فاريكوستس وبايلز. تتكتب هنا طبعا، هم احنا قلنا اربع مواضيع بيحصل فيهم بريشر سيمتوم في اول مذكرة. طيب هنا بقى في حاجه هستفيد منها، ايه السيمتوم؟ في ايه؟ ديسبيبسيا وديسكمفورت ديسيمتوم. افتكر لما تيجي واحده تجي لي في عيادتي تقول لي عندي حرقان، عندي مش قادر بعد الاكل احس انها منتفخه، بحس انها مش مرتاحه، هتروح الدكتور نسا ولا بطنه؟ بطنه. وعيشي بقى بتاع البطنه بقى، خدي فوار، في فوار بالفواكه، خدي ميوكوجين، لا خدي جيفسكون، خدي، ويقعد بقى يديها يديها يديها، مره واحده الحق يا نهار اسود ده بطنك فيها ايه؟ اوفر. روحي يعني ايه اللي السيمتوم ديسيفنج بتوديها للانترنال ايه؟ مصايب بالهبل. يبقى دي المصيبه اللي بعدها، لان في سؤال جه في الامتحان كي بوينتس ان كانسر اوفر، هتلاقوها في الامتحان ايه الكي بوينتس؟ لا اصعب حاجه في الكانسر اللي هم المصايب دي، تكتبهم ورا بعض. يبقى بيودي زي ما قلت لك لدكتور بطنه، نطلع تاني بين مش سبيسيفيك اكيوت وكرونيك. اكيوت امتى؟ امتى يعني تيجي تصوت في الاستقبال من كانسر اوفر؟ اذا جالها تي ار اتش، هناخده المره الجايه. ايه تي ار اتش ده؟ تورشن رابشن هيمرج وانفكشن، يبقى دول يعملوا اكيوت ابدومينال بين مش سبيسيفيك. طب نيجي للكرونيك، النوع الوحيد اللي كان ماجنيفايد ومالتي لوكر اللي هو مين؟ ميوسل. ده بيعمل دال ايكنج بين، سيبك من الهبل، تعمل سهم هنا وانس بين، افكر في ايه؟ مالجنس، سيبك من ده كله. يبقى لا يوم عينه تشتكي لي من وجع وعندها اوفاريان تيومر كونسيدر مالجنسي انتل بروف، مع ان في اسباب ثانيه بس الاخطر مين؟ مالجنس. تعالوا نشوف بقى الناحيه الثانيه، ده البيناين خلاص، انا عايز ثلاث معلومات. الكومن سيمتوم از اسيمتوماتيك، انلارجمنت مي بي ذا فيرست برزنتيشن. ايه اللي السيمتومز ار؟ ديسبيبسيا ديسكمفورت ديسبيبسيا، وتروح دكتور ايه؟ بطن. نيجي بقى الناحيه السامعه، سيمتوم سجستيف اوف مالجنس، الايج اكستريمز اكستريملي سبيشالي اولد، يعني كل ما يبقى عمرها كبير قوي اشك انه مالجنس، او صغير بس سبيشالي اولد. كتاب الاسم كاتب كده اكستريمز، يعني صغيره قوي او كبيره قوي. حد يعرف موضوعين في الولاده في الاكستريمز؟ عشان نجي نعمل تجميعات كده جميله في الام سي كيو، يعني يجي في واحده صغيره قوي او واحده كبيره قوي، فيزيكولار مول وبري كلامسي. يبقى الفيزيكولار مول افتحها هتلاقيها مكتوبه هناك اكستريمز، يا اما صغيره قوي يا اما كبيره قوي، وبرده البري كلامسي يا اما صغيره قوي، يبقى دولت في الاكستريمز. نيجي اللي بعدها، بعد الايه؟ بي بتكبر بسرعه، بي تكبر بسرعه، رابيد جروث. جت لي واحده لقيت الاوفيريان تيومر بيكبر بسرعه، اشك انه ايه؟ بس هو مش اكيد، بس اشك انه مالك. سي كاشيكس، اكتب لي جنبها ايفن سمول، يعني ورم قد كده ومخلي العينه جلد على عظم، يبقى غالبا ايه؟ مالجنت. كاشيكس ايفن سمول 3 ديز اللي هم ديسبيبسيا ديسكمفورت ديستنشن. يعني اديك مثال، واحده جت لي عندها 60 سنه بتشتكي من حرقان خلاص وانتفاخ، وفي نفس الوقت لقيت الورم بيكبر ولقيتها جلد على عظم، تبقى غالبا مالجنت، بس مش اكيد، لازم احلل عشان اقول مالجنت. نكمل بقى 3 بيز بين، لسه عاملين سهم كده، وانس بين وانس مالجنت. بايركسيا ليه حرارتها ما تعلى بسيط اشك انها مالجنت؟ عارفين ان التيومر بيعمل ديفيجن فبيطلع مواد اسمها بايروجينز، تروح للدم تعمل ايه؟ تعلي درجه الحراره، حتى بيسموها فيفر اوف انون اورجن اللي هي بايركسيا، اشك انه مالجنت. بوست مينيموزال بليدنج، بوست مينيموزال بليدنج غالبا مالجنت بعد ميتاسيسز لمين؟ اليوترس. ما بيبعت لاي حته ليه؟ لان دايما الاوفري ملوش علاقه بالاندوميتريوم، يوم ما يعمل بليدنج يبقى بعد ميتاسيسز لمين؟ للاندوميتريوم.
زود لي هنا بقى تحت كتاب الاسم هيستوري فاميلي هيستوري اوف كاتبينها فاميلي هيستوري اوف كولون كانسر اوفاريان كانسر بريست كانسر هتعرف ليه؟ يعني واحدة عندها كولون كانسر او بريست كانسر او اوفاريان كانسر اشك ان ايه؟ سندروم اللي هو اسمه لينش 2 سندروم او ان يكون كروكنبرج كانسر كولون يعني واحدة تقول لك فاميلي هيستوري اوف كانسر اوفري كانسر بريست ده يعتبر من اللي هيسمع ايه؟ ايج في الاكستريمز سبيشالي او بي بتكبر بسرعه رابد جروث سي كاشكس ايفن سمول 3 ديز ريسبكت سكافر ديسيجن 3 ديز بيل طب اذا نسيت واحده طز كتاب اسم كتبهم اقل انا ليه مهتم بيهم عشان تبقى فارق حتى في الاجابه يبقى انت ما تكتب لي دول تنسى اثنين ثلاثه طز بقول لك كتاب اسم كلمتين يبقى ما حد يقول لي بقى سيمتوم سجستيف اوف مالجنسي سيمتوم سجستيف اوف دكتوره تقدر تقول لنا سيمتوم سجستيف اوف مالجنسي كانسر اوف ستيوم على طول ايه وبي اللي هي سيمتوماتيك لا كانسر اوف لا انا مش عايز البي 9 انا عايز المالجنسي داتا سجستيف ايوه البي هو بيكبر تكبر بسرعه رابيد جراث مش هتقولي بتكبر طبعا رابيد جراث السي كاشكسيا حتى لو هو سمول تي البي ديسبابسيا سكامفر ديستنشن بيز بقى بين و فايلنسيا قولها لها بص من جوزها بليدنج وما تنساش الايه هي فاميلي هيستوري طب تركز عشان انت اللي جايه دي اسخف حاجه اللي هي ازاي تفرق بين ورم ليفي و بيناين اوفيريان تيومر تعالوا نشوفهم كده الفرق بين ورم ليفي وبيناين اوفيريان تيومر دي الساينز ده بيناين ده ايه؟ عشان نكمل سؤالنا ده اللي هسمعه البيناين اوفيريان تيومر دايما يعمل بايلاترال اللي هو الليمب ايديم اماض المالجنان بيعمل يونيلاترال تاني يبقى البيناين بيعمل ايه؟ بايلاترال والمالجنانت بيعمل يونيلاترال ليه؟ ليه دايما البينان يعمل باي لاترال وليه دايما المالجنت يعمل رجل واحده؟ اصل البينان بيضغط على الانفيرو فينا كافا فبيعمل باي لاترال ايديما هو بياخد من رجلين الاثنين اما المالجنت بيعمل انفلتريشن فبيخرم يمين اكتر من الشمال او العكس يبقى ما حد يسالك اما الاقي يونيلاترال ايديما في حاله تبقى ايه؟ مالجنت طب اذا لقيت باي لاترال يبقى بينان نخلص بقى من دي باي لاترال احنا قلنا الكومن سيمبتوم في البينان از يبقى الكومن الساين ناثينج مش هتلاقي حاجه بس ساعات الاقي كشيكس اذا كان حجم الورم ايه ولا هيوج تعالوا بقى نقارن ست فروقات بين الورم الليفي كده كاننا خلصنا الورم الليفي وبين البينان اوفيريان تيومر على فكره الست فروقات دول بتكتبهم بقى في الديفرنشال دايجنوز في شيت واحده عندها بيلفي ابدومينال ماس يقول لك ايه تفتكر اللي في بطنها غير الحمل انا مش حامل هتقول له لا ورم ليفي لا بينان اوفيريان تيومر هنفرق ازاي؟ زي البطن تعالوا نشوف كده هكبرها واجيبها في النص اهي انسبكشن فاكرين البطنه بالبيشن بيركشن اند اوسكالتيشن انا ماشي بقى كاني بفحص عيالي الكلام ده هتخلص بيه الفايبرويد اكزامينشن كامل طلع باي انسبكشن خدتوها في الجراحه او البطن انت بتبص على بطن العيان هل هعرف الفرق بين بينان اوفيريان تيومر فايبرويد تعالوا معايا فايبرويد اهو خلاص البينان اوفيريان تيومر بيكبر ويجي سنترال تاني يعني هلاقي سنترال بلج هل في فرق بعينيا؟ لا يبقى اول حاجه الاثنين هيعملوا انا هكتب الفروقات بس سنترال بلج بعينيك ولا هتعرف حاجه بالبيشن في جراحه ساكت ايه ساكت دي بقى؟ بحط ايدي على الورم اشوف السيرفس خلاص ايه اتاتشمنت اشوف بيتحرك يمين وشمال ولا ما بيتحركش خالص وفيكسد او فوق وتحت سي كونسيستنس اشوف السيستم فيرم هارد في الاخر اضغط عليه وابص على وش العيان اشوف فيه تندرنس ولا لا تعال نمسك اول واحد سيرفس سموث عشان بيناين اوفيريان تيومر والفايبرويد برضو ايه سموث هل كده في فرق لغايه دلوقتي نفس الفرق الاثنين سموث عشان الاثنين بيناين طيب امتى الاقيه بوسي اكتب كتاب الاسم ايه امتى الاقيه يعني بوسي هتعرف كلمه بوسي دي ايه تعالوا هنا القلم اهو ما معنى كلمة بوسي بوسي
يعني الريجولار سيرفيس عامل كده، ده بوسي سيرفيس، ده بيسموه ايه؟ ايه في البينال اوفيريان تيومر يعمل كده؟ حد فاكر دي ايه؟ ايوه اللي هي ميوسينس، ها؟ سيست ايه؟ ادينوما. طب وفي الفايبرويد؟ اهو اقول لك ازاي يعمل بوسي، اقولها لك دلوقتي. حط لي ورم هنا وورم هنا وورم هنا وورم هنا وورم هنا، هتعرف ايه اللي حصل؟ اهو شايف؟ ادي بوسي شايفينه؟ حته عاليه وحته واطيه، حته عاليه. يبقى كمان بوسي اما الاقي مالتيبل انترستيشال فايبرال، لغايه دلوقتي مفيش فرق، نفسي افرق. يعني الاثنين سموث والاثنين ساعات الاقيهم ايه؟ بوسي سيرفس، هتلاقيها مكتوبه فيه الفايبرويد هناك، يبقى كده الاثنين بوسي امتى؟ ده ميوسن اسيست ادينوما، ده مالتيبل انترستيشال فايبرويد. نيجي للاتاشمنت، ركزوا على بطني، ركزوا على بطني. ادي ورم ليفي ماسك في الرحم، هقدر احركه فوق وتحت؟ لا. ليه؟ الرحم ماسك فين؟ في الفاجينا، يعني اقدر اجيبه ايه؟ يمين وشمال. طب الاوفيريان تيومر، الاوفيريان تيومر هل ممكن احركه يمين وشمال؟ كانه هنا، انا بديك مثال عشان في البيت، وطبعا بيبقى في النص، مش هقدر احركه، بس ممكن اجيبه ايه؟ يبقى اللي بيتحرك ابسايد داون يبقى ايه؟ اوفيريان تيومر. اللي بيتحرك سايد تو سايد يبقى هو ده اللي هقع فيه. يعني اقول لك مين بيتحرك يمين وشمال تقول لي؟ فايبرويد. مين بيتحرك ابسايد داون تقول لي؟ عايز تودي الشاشه ممكن، اوكي؟ يعني ما تنساش ده بيتحرك فوق وتحت، ده بيتحرك يمين وشمال. نيجي للفرق الثاني كونسيستنس. اوفيريان تيومر سيستيك، فاكر لما قلت لك كل ما يبقى بيناني يبقى ايه؟ سيستيك. امال فايبرويد لما تاخده اف اي فيرم عضلات سموث ماسل فيرم، يبقى ده ثاني فرق. هروح ساله هو الفيرم مين؟ يقول لي فايبرويد. السيستيك مين؟ اوفيريان تيومر. كده ثاني فرق لسه بالظبط، احنا قلنا هم سته ناقص اربعه. نيجي للتندرز، مفيش تندرز عشان ده ايه؟ بيناين. اذا كان تندر اشك انه قلق مالك. امال الفايبرويد برضه مفيش تندرز. كده يبقى الفرق حاجتين بس، حد يعرفهم؟ مين بيتحرك فوق وتحت؟ اوفيريان. مين بيتحرك يمين وشمال؟ فايبرويد. مين فيهم سيستيك؟ اوفيريان. مين فيهم فيرم؟ فايبرويد. نيجي للبركشن، خدتوه كنت كان بيقول لكم الرئه هوا يبقى ايه؟ ريزونانت. طيب لما تيجي على الانتستين هوا جاف ريزونانت، لما تيجي في ميه زي اسايتس ضل، تيجي في الليفر ضل. يبقى اقول لكم حتى ميه او سوليد بيبقى ضل، هوا بيبقى ايه؟ تعالوا نشوف بطن العيانه دي، دي عيانه نايمه رجليها في الشغل كده ظهرها ودي بطنها، ده الاوفيريان تيومر او الفايبرويد زائد مين على الكلام دول؟ انتستين. انت لما تيجي تعمل سنترال في النص هتلاقيه ضل، ايه؟ ما ده في ميه سيستك يبقى ايه؟ ضل. وده عضلات برضو ايه؟ ضل. طب في الجنان سنترال ضلنس بريفر، تعالوا على بطن، ادي الورم زائد مين على الجناب؟ اما اجي اعمل في النص الاقيه ضل، في البريفري ريزونت، شبه مين؟ شبه بعض، مفيش فرق. يعني حتى في البركشن الاثنين واحد، سنترال ضلنس بريفرال ايه؟ نيجي بقى للحته الاخيره، هجيب سماعه واحطها على الورم واسمع، لما اسمع الصوت ده ايه ده؟ صوت هواء، صوت بلاد فلو بيعدي تحت ايدي، ده الفايبرويد الفاسكولاريتي يوتراين سوف ليه بيسموه كده، كان واحد بينفخ، ده سايلنت. ثلاث فروقات دلوقتي، مين سيستم؟ اوفيريان تيومر. مين بيتحرك يمين وشمال؟ فايبرويد. مين ابسايد داون؟ مين اسمع فيه سوف ليه؟ فايبرويد. مين ما اسمعش؟ يبقى كده خلصنا الثلاثه. نيجي بقى للوك، انا كده خلصت انسبكشن بالبيشن بالكشن اوسكالتيشن، تعالى بقى لوكال. الرسمه دي هجيب الثلاث فروقات التانيين، ده ورم ليفي في بطن عيانه وطالع جواه، وده اوفيريان ايه؟ تيومر. انا هعمل دلوقتي باي مانيوال، حد يعرف يعني ايه باي مانيوال؟ صباعين من تحت وايدي على بطن العيان، شايف هنا؟ صباعين من تحت وايدي على بطن العيان. تفتكر لما اعمل كده مين فيهم هلاقيه كونتينيوس في الدايوترس؟ ده كونتينوس، ده ايه؟ سيبل، ده اول فرق. الفرق الثاني، مين فيهم احرك عنق الرحم الاقيه اتحرك فوق؟ ومين اقعد احرك كده ولا